والله اتعودت ونحبها برشا غزة، تعودت عليها ونحبها برشا، وعندي فيها ناس أحبابي برشا ويعزوا علي برشا، ونحب نشوفهم مرة أخرى إن شاء الله طيبين يا رب. أصعب شيء تشوف الناس في الشارع، ناس أكابر بما معنى الكلمة، يعني ولاو محتاجين الخبزة، محتاجين للماء، محتاجين للضوء، محتاجين يشارجيو جوالاتهم، محتاجين ما نعرف غاز بنزين، كل يعني الحرب هذه خلت كل غزة بخصاصة، كل غزة محتاجة، كبير وصغير وغني وفقير. خروج من غزة بشكل على تونس كان قرار صعب جدا على الكل، حتى البنات حتى زوجتي ما كانوا حابين يطلعوا، لكن كانت أساسيات الحياة اليومية المعيشة هي أصعب وأكبر من القصف. حتى أنا بالنسبة لإلي، أنا زوجتي تونسية، كنت أحس أني مسؤول عن أني أرجعها لأهلها. كان الوضع كتير صعب، وأصعبها لما تحس أنه الناس أصحابك وأحبابك راحوا جزء منهم كبير، يعني حتى لو بدنا نرجع على البلد إن شاء الله بعد وقف إطلاق النار مش راح يكونوا جزء منها. بدي أوجه رسالة للي ضايل هناك إنه شدوا حالكم، أكيد حنتشاوف وإن شاء الله بإذن الله الفرج، وما اشتدت إلا لتفرج.